السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم فيديو جديد من فيديوهات التاريخ. فيديو النهاردة يا شباب هو عن الدرس الثاني في الوحدة الثالثة. فيديو النهاردة بيتكلم عن مصر في عصر الدولة الطولونية والدولة الإخشبية. إن شاء الله في الفيديو الأولاني والجزء الأولاني هنتكلم فيه عن الدولة الطولونية، والجزء الثاني هنتكلم فيه عن الدولة الإخشبية. مبدئيا كده عرفنا من الفيديو الأولاني إن مصر كانت دولة مهمة جدا، ومصر كانت جزء من دولة كبيرة وإمبراطورية كبيرة هي الدولة العباسية. وعرفنا كمان إن العصر العباسي مر بمرحلتين، مرحلة كانت فيها الدولة العباسية قوية جدا اسمها العصر العباسي الأول، ومرحلة الدولة العباسية كان فيها الدولة كانت ضعيفة اسمه العصر العباسي الثاني. وبسبب عدم قدرة الخليفة العباسي على السيطرة على كل أجزاء الدولة العباسية، لجأ الخلفاء العباسيين إلى سياسة إقطاع جزء من الدولة العباسية ليعطيها لحاكم يستقل هذا الحاكم للدولة، تمام، ويقويها ويحميها. فالخليفة العباسي بقى بيبعت أشخاص لمصر عشان يحكموا مصر ويفضلوا يحموها من أي عدو، وده أدى ذلك إلى ظهور ما يعرف باسم الدول المستقلة. أولى الدول المستقلة التي ظهرت في مصر هي الدولة الطولونية. تعالوا بقى نتكلم عن مصر وأهميتها بالنسبة للخلافة العباسية. وسؤال تاني بيقول لي ليه الولاة كانوا بيفضلوا هم يحكموا مصر؟ فعشان كده جالي سؤال قال لي أذكر عوامل إقبال الولاة على حكم مصر، أو اديني سبب أهمية مصر بالنسبة للخلافة العباسية. مصر قوة اقتصادية كبيرة جدا بتؤثر في اقتصاديات الخلافة، يعني طول ما مصر قوية اقتصاديا كل ما أدى ذلك إلى قوة اقتصاد الخلافة، وكل ما ضعفت مصر اقتصاديا بيؤثر أكيد بالطبع على ضعف الخلافة العباسية اقتصاديا. إلى جانب السبب الثاني، الميزة الثانية في مصر موقعها المتميز والبعيدة عن الخلافة، مما جعلها مطمع لكثير من الأمراء أنهم ينفردوا بيها. يعني الخليفة العباسي لما كان بيبعت حد بسبب بعد مصر عن مقر الخلافة العباسية اللي في بغداد، ده كان بيخليها مطمع ان الوالي اللي بيبعته السلطان العباسي او الخليفة العباسي يطمع بمصر. الى جانب كمان ان الشعب المصري شعب يتميز بالطيبة والمسالمة، مش عدواني، ما بيحبش الحرب، بيتميز بالطيبة والايه والمسالمة. فعشان كده بيبقى سهل على الوالي اللي هو يقدر يحكم مصر، لذلك اقبل الولاة على حكم مصر. اولى الدول المستقلة التي ظهرت في مصر هي الدولة الطولونية. الدولة الطولونية تنسب إلى صاحبها أو مؤسسها الذي يعرف باسم أحمد بن طولون. أحمد بن طولون نجح في إقامة دولة كبيرة جدا، اللي قدامي دوت اللون الأصفر هو حدود الدولة الطولونية، مش مصر بس، لا دي مصر والنوبة والحجاز وكمان جزء من بلاد الشام وجزء من غرب مصر، لغاية يعني جزء من غرب إيه؟ مصر. هنتكلم عن الدولة الطولونية، وهنبدأ كلامي بمؤسس الدولة الطولونية اللي هو أحمد بن طولون. أحمد بن طولون من أصل تركي. إيه اللي جابه مصر؟ أتى إلى مصر نائبا عن زوج أمه بيكباك. تاني، أحمد بن طولون من أصل تركي. أتى إلى مصر نائبا عن زوج أمه بيكباك. وبعد موت بيكباك تولى أمر مصر واحد اسمه اللي يعني بعده لما بيكباك مات، مين اللي تولى حكم مصر؟ واحد اسمه يرجخ. واحد اسمه يرجخ. ويرجخ ده صهر أحمد بن طولون. صهر احمد ايه؟ ابن طولون. يرجخ كتب لاحمد بن طولون رساله قال له تسلم من نفسك لنفسك، يعني احكمها انت، احكمها ايه؟ انت. وبعد لما مات يرجخ احمد بن طولون انفرد بحكم مصر واصبح والي على مصر بشكل مباشر من قبل الخليفه الايه؟ العباسي. لذلك عمل احمد بن طولون على الاستقلال عن الدوله العباسيه مع الاحتفاظ بتبعيته للخليفه العباسي والدعاء له على المنابر. يعني انا احمد بن طولون مثلا هستقل بمصر واحكمها وهدير مصر بناء عن سياستي واعمالي وفكري انا، بس مصر تابعه للدوله العباسيه اسما، والخليفه العباسي بيدعو او سوري احمد بن طولون بيدعو للخليفه العباسي على المنابر. اذا مصر تابعه للدوله العباسيه اسما، ولكن ادارتها مستقله، ومين اللي بيدير مصر؟ احمد بن ايه؟ ابن طولون. في عوامل كتير جدا ساعدت احمد بن طولون وخلته ينجح ان هو يثبت حكمه على مصر. اول سبب شخصيه احمد بن طولون الطموحه. احمد بن طولون من الشخصيات الطموحه اللي كان عنده رغبه شديده جدا ياخد مصر ويسيطر عليها، بس الطموح دوت ما كانش قايم على الظلم. يعني في بعض الحكام بيبقوا طماحين في الحكم، عندهم طمع في الحكم، والطمع دوت او الطموح ده بيخليهم يرتكبوا اعمال سيئه جدا من اجل الوصول لطموحهم، ولكن احمد بن طولون ما كانش كده. فعشان كده بقول شخصيه احمد بن طولون الطامحه للحكم على اساس من العدل، يعني عايز يحكم ويكون عنده عدل في الحكم. تاني سبب خلى
احمد المطلون يثبت حكمه ويثبت الدوله الطولونيه بتاعته في مصر ضعف الخلفاء وعدم تمكنهم من السيطره على اطراف الدوله. السبب الثالث والاخير معاناه الدوله العباسيه من الثورات في مختلف البلاد الاسلاميه. يبقى انا كده عندي ثلاث اسباب خلوا الخليفه او خلوا احمد المطلون ينجح في تثبيت الدوله الطولونيه في مصر. تعالوا نتكلم عن اعمال احمد المطلون. لو احنا رجعنا تاني كده للخريطه دي هنلاقي ان الجزء الاصفر دوت هو الدوله الطولونيه والجزء الثاني لسه يعني مش بتاع الدوله الطولونيه او لسه تحت الاحتلال او مش تابع للخليفه او الحاكم الطولوني اللي هو احمد بن ابن طولون. فكان واجب على احمد بن طولون اللي هو حمايه الثغور الاسلاميه. يعني ايه كلمه الثغور؟ اللي هي المناطق اللي على الحدود. لفظ كلمه ثغور يا شباب يعني المناطق اللي على الحدود اللي بتكون معرضه للخطر، تمام؟ والمناطق اللي على الحدود دي احنا بنسميها ثغور بالث، والمناطق دي كانت موجوده في حته كده في سوريا اسمها ترسوس، حته في سوريا اسمها ايه؟ ترسوس. عمل ايه احمد بن طولون عشان يحمي الثغور الاسلاميه؟ صار احمد بن طولون بجيشه الى الشام ووصل الى مدينه ترسوس فدخلها وجلس في المسجد الكبير هناك وتواضع لقضاء حاجات الناس. قعد في المسجد عشان يشوف الناس ايه اللي اي حد محتاج اي حاجه يوفرها له. وعندما نجح احمد بن طولون في توفير حاجات المسلمين هناك، تمام، نجح احمد بن طولون في كسب ولاء اهل ترسوس له. عندما قام احمد بن طولون بتوفير حاجات اهل ترسوس نجح في كسب ولائهم. بعد كده احمد بن طولون نشر العدل وحفظ الامن في الاماكن اللي حكمها. ده بيديني دليل ازاي قدر يحفظ الامن وينشر العدل ويحفظ الامن الداخلي. اول حاجه عملها قضى على الثورات الداخليه. تاني حاجه ضرب على يد المفسدين وطهر بلاد منهم، يعني سجن اي واحد فاسد وطهر بلاد منه. امن الناس على ارواحهم وامنهم، وده دليل على التسامح اللي بيامر به الاسلام. فعشان كده هنا بنتكلم عن سمات حكم احمد بن طولون كان بيتميز بايه. الصوره اللي قصاد دي خلاصه الكلام اللي احنا قلناه من شويه، اللي هو اول سمه من سمات حكم احمد بن طولون نشر العدل، حفظ الامن، امن والنظام الداخلي في البلاد، قضى على الثورات الداخليه، ضرب على يد من حديد او على يد المفسدين وطهر البلاد من المفسدين، وبذلك امن الناس على ارواحهم وايه واموالهم. احمد بن طولون يا شباب موقف كده جميل جدا حصل له لما دخل دمشق. في كنيسه هناك في دمشق اسمها كنيسه مريم، الكنيسه دي اتحرقت، تمام. احمد بن طولون راح على الكنيسه ومعه واحد اسمه ابو زرع الناصري وابو عبد الله احمد ابن محمد الواسطي، تمام. فبيقول احمد بن طولون بيسال ابي زرع بيقول له الحاجه دي بيسموها ايه؟ ايه دي؟ قال له دي كنيسه مريم. قال له فامره احمد بن طولون امره يعني دفع احمد بن طولون من جيبه الشخصي 70,000 دينار من ماله لاعاده بناء كنيسه مريم في دمشق. الى جانب كمان كل واحد اتضرر من حرق كنيسه مريم قام احمد بن طولون بتعويضه ماليا. اي حد اتضرر من حدوث حريق لكنيسه مريم قام احمد بن طولون بتعويضه ماليا، وبذلك نجح احمد بن طولون نشر مبدا التسامح الديني واحترام الديانات الاخرى، تمام. الى جانب كمان حريه ممارسه الشعائر الدينيه لانه اعاد ليهم بناء كنيسه، معنى ذلك اللي هو اصلا ما اجبرهمش على الدين الاسلامي، لذلك كان عنده حريه في ممارسه الشعائر الدينيه. الى جانب كمان التسامح الديني واحترام الايه؟ واحترام الديانات الاخرى. احمد بن طولون يا شباب كان له ابن يعرف باسم خماروي. تاني احمد بن طولون كان له ابن يعرف باسم خماروي. خماروي تولى بعد وفاه ابيه. العباسيون الخليفه العباسي يعني اعتقد ان خماروي عندما يتولى الحكم هيكون اضعف من ايه؟ من ابوه. فحاول الخليفه العباسي ان يقوم باسترداد مصر. فحاول الخليفه العباسي ان يسترد مصر من الدوله الطولونيه ومن خماروي. عمل الخليفه العباسي بعد جيش بقياده واحد اسمه اسحاق بن كنده. مين اسحاق بن كنده؟ ده والي الجزيره الفراطيه والموصل. ولكن خماروي نجح في الانتصار على قوات الخليفه. ولما خماروي نجح في الانتصار على قوات الخليفه وجيش الخليفه العباسي قام الخليفه العباسي بطلب الصلح من خماروي. قام الخليفه العباسي بطلب الصلح من خماروي. حتة ان الخليفه العباسي يطلب الصلح من خماروي ده دليل على ان الخليفه العباسي يئس
ومش قادر يهزم خمروي، مش قادر يهزم ايه خمروي. لذلك رحب الخليفة المعتمد بهذا، الخليفة المعتمد رحب بالصلح، وخمروي طلب الصلح، والخليفة العباسي رحب به اللي هو كان اسمه المعتمد. ومعنى ان الخليفة العباسي رحب بالصلح او يعمل الصلح مع خمروي ده دليل على ان الخليفة العباسي مش قادر على خمروي، تمام. وبذلك الصلح نجح، خمروي يعني يتولى حكم مصر، هو واولاده من بعده يتولى حكم مصر والشام لمدة 30 سنة. الصلح اللي عمله خمروي مع الخليفة العباسي اللي كان اسمه المعتمد، تمام، اعطى لخمروي انه يحكم مصر والشام هو واولاده من بعده لمدة 30 سنة. لمدة 30 ايه سنة. مات الخليفة المعتمد. بعد الخليفة المعتمد جه خلفاء تانيين، منهم واحد اسمه المعتض. المعتض ده خليفة عباسي. الخليفة العباسي دوت خمروي اراد ان هو يقوي العلاقة معاه ما بينه وما بين الخليفة العباسي المعتض. خمروي حاكم الدولة الطولونية قرر ان هو يقوي العلاقة الاجتماعية ما بينه وما بين الخليفة العباسي المعتض. خمروي كان عنده بنته اسمها ايه؟ قطر الندى. اسمها قطر الندى. زوج خمروي ابنته قطر الندى من الخليفة العباسي المعتض. خمروي هو اللي جوز بنته للخليفة العباسي المعتض، وبذلك تمتع خمروي باستقلال ونفوذ على مصر والشام. عندما قام خمروي بتزويج ابنته قطر الندى من الخليفة الايه العباسي. ولكن في عام 282 هجريا ذهب خمروي الى الشام وقتل هناك على يد غلمان، وحمل خمروي في تابوت الى مصر ودفن بجوار ابيه. وبعد خمروي تولى حكم الدولة الطولونية حكام ضعاف، فنجح الخليفة العباسي بإرسال جيش آخر إلى مصر. هذا الجيش كان بقيادة واحد اسمه محمد ابن سليمان الكاتب. اسمه محمد ابن سليمان الكاتب. محمد ابن سليمان الكاتب دوت نجح في الدخول لمصر والسيطرة إيه عليها. يبقى ضعفت الدولة الطولونية وسقطت وانتهت الدولة الطولونية بسبب مقتل خمروي وتولي حكام ضعاف وإرسال الخليفة العباسي جيش بقيادة محمد بن سليمان الكاتب الذي نجح في دخول مصر والسيطرة إيه عليها. آخر حاجة في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن أسباب سقوط الدولة الطولونية. أول سبب قصرة الصراعات والخلافات بين أبناء البيت الطولوني. بعد مقتل خمروي كل أبناء خمروي اتخانقوا مع بعضهم مين اللي يتولى الحكم، وده بنسميه من الأسباب السياسية. يعني لما اقول لك كثرة الصراعات والخلافات بين ابناء البيت الطولوني بعد مقتل خمروي ده يعتبر من اسباب الايه السياسيه. السبب الثاني تدخل الجند والموالي والغلمان في الشؤون الداخليه للدوله. الناس الجنود الجيش يعني اتدخل في الشؤون الداخليه للدوله وده ادى الى ضعف الدوله. السبب الثالث والاخير رغبه الخليفه العباسي في استعاده نفوذه. يعني ايه استعاده نفوذه؟ استعاده قوته مره اخرى على مصر والشام. ودول الثلاث اسباب الذين ادوا الى سقوط الدوله الطولونيه. وبكده يا شباب اكون خلصت معاكم الجزء الاول من درس مصر في عصر الدولة الطولونية والإخشادية. ان شاء الله في الفيديو التاني هنتكلم عن الدولة الإخشادية. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.